بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي بتوع الـ SMBA مادة القرارات الاستراتيجية في التمويل والاستثمار. أنا الدكتورة نادية أبو فخرة، بكلمكم بس أو ببعت لكم شوية تعليمات كده أو إرشادات تتبعوها في المحاضرات اللي هي باقية من الفصل الثاني من الترم الثاني، عشان الاستعداد بقى للامتحانات الفاينل إن شاء الله. أول حاجة المطلوب فيه الفصل السادس عندك تخطيط الاستثمارات المالية، ده طبعا نظري اللي هي تخطيط الاستثمارات المالية في الفصل السادس. وبعدين في المبحث الأول بقى في الفصل ده تقدير التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري في صفحات 138 و139 و140. ثانيا بقى الفصل السابع اللي هو عنوانه الأسواق المالية والوساطة المالية، ده مطلوب من حضرتك نمرة واحد نظرية الوساطة المالية اللي هي صفحة 152، ودي طبعا نظري. وبعدين نمرة اتنين تصنيف الأسواق المالية صفحة 155. وبشكركم وشدوا حيلكم، ما تقلقوش وإن شاء الله كله خير.